نكمل. احنا دلوقتي خدنا الاعطال الخاصه بالضغط. في بقى اعطال خاصه بباقي الدايره كلها، فهنتكلم عن عطل التسريب. يعني ايه عطل تسريب؟ اول ما بنفكر في عطل التسريب في الثلاجه الباب الواحد والثلاجه البابين، ان يكون حد بيسيح تلج ويروح خارب الفريزر، تمام؟ يبقى لما نيجي نتكلم عن عطل تسريب حتى هنقسمه لعطل تسريب بفعل فاعل، وده اسهل، وعطل تسريب نقول يعني خبيث. ان مش احنا عندنا المعادن نحاس المونيا حديد، دي اللي احنا بنستخدم في الثلاجه. الحديد بيصدي بيحصل له برومه، النحاس بيجلظر، زي بيجلظر ده يعني برضه يتاكل بس للنحاس. الالمونيا ملح ملح. فلو في حاله ان انا عندي عطل التسريب فعلي، يعني بفعل فاعل، ده بيكون سهل اسهل. يعني ايه اسهل؟ يعني العميل بيبقى هو عارف المصيبة اللي هو عاملها. وفي حالة عطل التسريب اللي بالطريقة دي، لما تطلع عشان تشتغل فيه، أو لما تطلع لأي عطل أدام في حد كان شغال قبلك، مش هنقول ده هو لك إيه، ده أغلب الصناعة لك إيه، اللي قبل حمار وأنا العبقري. لا، بس على الأقل إعرف عطل الأساسي كان إيه، وإيه المراحل الناس اللي شغالة عملت إيه، من غير ما تذم في حد. العميل نفسه على فكره مجرد ما يلاقي الفني اللي هو جايبه بيشتم في اللي قبله، ما بيحبش دي، يعرف ان هو كمان عايز يظهر نفسه خلاص. ما تتكلمش على اللي قبلك، انت ما تعرفش ظروفه كان ايه، ما تعرفش العميل هو اصلا كلامه صادق ولا لا. ففي عميل عايز يعني ايه بيبسط الموضوع قوي، ان الموضوع ما فيهوش حاجه عشان ما تاخدش منه فلوس. وفي عميل بيبقى طلع عينه مصطنعين، فيقول لك ايه، عارف نظام ايه، بيظبط الفني عشان يرفع منه، عشان ايه، انت بقى اللي هتعمل لي الحاجه. انا مش عارف كل الكلام ده، لكن لازم اعرف العطل الاساسي كان ايه. بيقول لك لو انت طلعت على حد كان شغال في الشغل قبل، تمام. عطل التسريب علاجه انك هتلحمه او هتغير جزء، لكن لازم يكون عندك فكر شويه. بمعنى ايه؟ هنتكلم عليه، ماشي؟ لازم يكون عندك فكر. انا دلوقتي عندي ثلاجه باب واحد، هو التسريب الاول بيسبب عدم البروده. كل الاعطال الميكانيكيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي، العميل هيقول لك حاجه واحده، الثلاجه مش شغاله، الثلاجه مش بتبرد. العميل مش فاهم. وانت اول ما هتطلع للثلاجه انت مش عارف هو تسريب ولا قفش ولا مش عارف الكلام ده. هنقول لك ازاي ترتب افكارك لما تطلع للثلاجه، بس بعد ما انت تبقى فاهم كل عطل ماشي هو ماشي ازاي. انا دلوقتي لو عندي الثلاجه خرم الفريزر، لازم تسال العميل هو خرم الفريزر. لما خرم الفريزر انت شلت الفيشه على طول ولا سبتها؟ طب دي هتفرق في ايه؟ في عميل ان هو خرم الفريزر مثلا، الست ولا طفل ولا حاجه عمل، يقول لك ايه، كاني ما عملتش حاجه، يسيب الفيشه هو يروح سايب الثلاجه ويخش يستخبى، وايه ده الثلاجه باظت. وفي عميل لا، مجرد حاجه كده على طول يروح شايل الفيشه. هتفرق في ايه شال الفيشه من ان هو ان الثلاجه رجع يسحب ميه؟ الحاجه الثانيه هتفرق الخرم فوق ولا تحت؟ هتفرق في ايه؟ لو الخرم فوق، الصب اللي حاصل ده حاصل فوق، والعميل راح شايل الفيشه على طول، ايه اللي هيحصل؟ يبقى حاجه كويسه. التلج الفريون هيخرج. ما معنى كده انك عامل الكلام دوت، ها؟ سواء كان ضغط ان الثلاجه شغاله، او تسال العميل. في بعض الناس لما تيجي تسيح الثلاجه بتشيل الفيشه اصلا. يقول لك انا الاول كنت شايل الفيشه، سايح الثلاجه فما كنت شايل الفيشه. ده ما يخليش الفريون يطلع بسرعه. لا، ده بالعكس،
ده لو هو انت شلت لو هو شايل الفيشه في حاله تعالي الضغوط، فالضغط المنخفض عالي صح؟ فهتلاقي خرج الفنيون بسرعه مفيش مشكله. طب شغاله وشالها بعد ما خرج ماشي. برضو انا بالنسبه لي حته ان هو شال الفيشه دي مصلحه، مصلحه في ايه؟ ان هو لما هيخرج الفريون هيحصل تعادل ضغوط ده متفرغه من الهواء صح؟ هيخش مكان هواء. هنا بقى السؤال، هيخش مكان هواء وميه؟ طبيعي ان دلوقتي لما خرج الفريون دخل هواء، لو الخرم لفوق دخل هواء خلاص. طب لو الخرم لتحت دخل هواء والتلج ابتدى يسيح فراح راح شافط ميه. طب الخرم فوق وهو دخل هواء وساب الموتور شغال التلاجة هتيجي تعمل ايه؟ كأن مش قلنا ده ضغطه منخفض، خرج الفريون هيبتدي يسحب منطقة سحب، مش منطقة سحب تمام صح؟ يبتدي يسحب ميه من الجو المحيط. الفريزر ده نهايته فين؟ الراجع على الراجع يسحب ميه على الموتور. فلما يسحب ميه على الموتور يقفش الموتور، لو الميه زادت هيقفش طبعا، او لو ما قفش وانت جيت رحت ما فكرتش في الكلام اللي احنا بنقوله دوت، فجيت رحت شاحن مغير فريزر او لاحم فريزر وشلت السند ورحت لاحم، بس الموتور في ميه فيشتغل شويه فيقفش. انا برضو الحم حاجه بحاجه برضو غلط ايه؟ لازم انا اكون شايف. لا لا ما انا مش قصدي كده، لما اجي والاقي الموتور قافش ابص قبلها بسن، هل هو قفل؟ ايه سبب ايه سبب العطل؟ تمام. ما انت لو بتطلع لعميل بتقول له الثلاجه دي هتتكلم في 10 قروش، هو خلاص انت قلت ان انت عايز اللي انت عايزه خدته كفلوس تسلمها لي، بتشتغل وبتغسل وكل حاجه صح؟ احنا يا باشا مش هتدفع فلوس. لا في مصر ما ينفعش، في القاهره ما ينفعش. لا انت عندكم بقى ممكن في يعني في مناطق عارف ان انت ايه، لا انت هيضحك عليه في اخره ولا هو هينصب عليك. بس احنا كده معروفين هنا احنا انت عندكم كده، لكن احنا عندنا في مثل يعني ايه، ياكل مال النبي ويحلل الصحابه. لا انا مش خلينا بس في موضوعنا. يعني انا قصدي الموتور قافش يبقى ممكن بسبب لازم يكون في تحليل للعطل. اه تمام. انا العطل ده حصل ليه؟ مش انا اخش على العطل والكلام ده احنا قلنا لما كنا بنتكلم على الكهرباء اللمبه مش شغاله. طب اللمبه مش شغاله، هل العمر افتراضي ان اللمبه مش شغاله ولا في المفتاح ولا الاستيتور الاستيتر حصل فيه مشكله ولا الترانس حصل فيه مشكله؟ لازم دماغك تبقى شامله الاعطال كلها عشان تعرف الدنيا ماشيه ازاي. صح صح؟ طيب ادي اهو خلاص سيحت التلج ولقيت المكان اللي هو ايه؟ اللي فيه الخرم او في التسريب. قدامي حل من اثنين، الفريزر دوت بيتفك، هروح واخد فاتك الفريزر زي ما احنا شفنا فك الفريزر في الفيديو، اروح فاتك الفريزر واخده الناس متخصصه تلحم تلحم الموتور من فوق. بتاخد بقى من الراجع نفسه، لو هي ثلاجه بقى، لو هي ثلاجه باب واحد بقطع من صوره الراجع من لا بتقطعها من عند الموتور تحت واسحب الموتور كلها. تسحب زي ما احنا كنا شفنا في الفيديو بتاع الفك. طب ولو كان الثلاجه ما بين لا لو الثلاجه ما بين ممكن الفريزر بتاعها ما بيفكش، يبقى انا اجيب واحد قميص جديد ورا قبل ما احط القميص. في ناس ممكن تقول لك ايه، ان انا اخد الثلاجه واخلي واحد يروح لحمها لي، بس ده ليها عيوب انها بتبوظ في العزل هنتكلم عليها. تمام ماشي. فانت في اخرام ادام الفريزر بيتفك هتفك الفريزر وتروح عامل ايه؟ وتروح لحمه. واحد تاني يقول لك لا طب ما ده الفريزر في المرايه كله فك ده، مش احنا لما جينا شفنا في الفريزر باب واحد بس كده، وفي البابين في الثلاجات في البابين بتتفك. مش انما كاملين ببعض التلاجة بين البابين. مش احنا في فريزر احنا شفناه يعني، انت قصدك حضرتك ان انا افصل المرايه؟ لا بيتاخدوا على بعض. ما امشي ما انا بتكلم على بيتاخدوا على بعض. التلاجه ال 10 4 من 10 لقيت 12 بيقولوا عليها 12 قلم كان بيتفك كله مع بعض. تمام ماشي. من ضمن عطل التسريب، وده كان قابلني في مع واحد يعني كان طلع شفت له التلاجه
التسريب خبيث، عمال يشحن يومين واتصرف، يشحن يومين واتصرف، بقى مش عارف. فاضطريت ان اروح واروح ضاغط له الدايره كلها، لقينا ان التسريب في الموتور من ورا. العطله جه ازاي؟ الموتور بيبقى فيه طبق، الطبق ساعات مع السخونيه ساعات يحصل سند في الصرف، فيحصل سند في الصرف الميه ما تنزلش فين؟ فوق الموتور وتنزل جوه. مع السخونيه بتاعت الموتور تلاقي ان الطبق اتخرم وقدامك شكله مظبوط، لكن الطبق اتخرم. فالميه لما تيجي تنزل تنزل على فين؟ على الجسم. فلما تنزل على الجسم مره على مره على مره مع الزمن يحصل سند، يحصل تاكل في الموتور. عليك الزرار. لا انا مالك اصلا، عرفت العطل، قلت له انت الكبس كان كويس وده كان كويس، راح قال له حل. ما هو موتور شغال 10 على 10 وبيبرد وكل حاجه، لكن في عطل تسريب في الحل. حاجه زي كده، هو راح واخده الموتور، واخد الموتور لواحد بتاع لف اللي هو بيصلحه، وراح قاطع الموتور وغير الحله بس، فبقت بالنسبه له حاجه بسيطه. في عطل تسريب بيبقى في المواسير، لو تفتكر فاكرين لما كنا بنتكلم على حته الراجع، الراجع الوادي الحراري، وقلت لك ان في ثلاجات كان من اشهرها الديب فريزر الكريازي، ان هو بيحط لك الراجع مع الكابل اللي فيه حته كده بيروح عاملها بكرتون ارم فليكس. قلت لك الحته دي بتكون ايه؟ بتكون تانك، بتكون ميه، الميه دي بتعرق ما بتتصرفش، فبتروح عامله ايه في النحاس؟ تجنزر بعد كده تروح مخرومه. يبقى التسريب ممكن يكون في اليوضه، ممكن يكون في اي حته في الدايره، كان حته مواسير. طب اعراض التسريب ايه؟ يعمل حته ثلج في المداخل بس كده. مش شرط. هندي مثال، هندي مثال مش حقيقي بس عشان يقرب لنا الفكره. الثلاجه دلوقتي وليكن مثلا مشحونه بكيلو فريون، بتاع كيلو فريون ده مبالغ فيه جدا. ايوه ماشي، بس عشان ندي بس مثال نقرب الفكره. فهو ابتدى ان يحصل فيها تسريب. التسريب لو في خط السحب في الضغط المنخفض هيسرب، بس هياخد وقت ايه؟ طويل شويه. طب لو التسريب في خط الطرد ضغط عالي، وهتلاقي التسريب بقى ايه؟ بقى اسرع. صح؟ فلو التسريب في خط السحب ايا كان بقى التسريب، التسريب ده هل الفريون ده خرج مرة واحدة ولا بيخرج على مراحل قليلة؟ فهتلاقي إن الفريزر ابتدى إنه يقل التبريد بتاعه تدريجي. يعني لو قلنا مثلا هو 25 متر مواسير، هيبتدي آخر نص متر ما يبردش، بعد كده نص متر اللي بعده، بعد كده نص متر اللي بعده، هيبتدي يحصل إيه؟ يحصل ضعف في التبريد تدريجي، ممكن على مدار يوم اثنين ثلاثة هتلاقي إيه؟ فصل خالص، وابتدى بس في شويه فريون صغيرين يعمل لك ايه؟ بدايه حته التلج كده في بدايه المبخ، اللي هي حته الكاميلاري. يعني لما بعمل تلج هي دي اللي كنت بسال حضرتك عليها. لا لا، مش هيعمل تلج كل ده، هو بيبتدي ان هو يقل 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 لغايه ما ياخد بس التلج ده، خد بس ايه هي البخه دي، وبعد كده خد حد يبعد شويه، لو سبتها شويه هتروح هتتطفي. انت عندك عجله عربيه مخرومه، هتلاقي طول ما انت ماشي بتعمل خرم خبيث قوي، طول ما انت ماشي بيعمل ايه؟ بيسرب، فتلاقي العجله تقل لغايه ما تبقى عجلت خالص، اللي هي خاصه لمده كام؟ نفس الحكايه بالنسبه لك. مش احنا بنتكلم على مراحل الفقد، على مراحل الفقد بتاعتها، الفقد بتاعتها مراحل الفقد. وده العطل ده هيتشابه مع عطل التفويض. لكن حته التلج دي بتلاقيها فين بتقول في بدايه داخل المخ. صح، لكن مش في الحته دي بقى هي اللي فيها التسريب. لا مش شرط، لا تسريب في اي مكان تاني. اي مكان تاني. ماشي؟ وهتلاقي العطل دوت بيتشابه مع عطل التفويض. ايوه، ما هو بيفقد. ما هو التفويض لو حصل ان هو تفويض جزئي، هتلاقي ان المبخر مش عامل كله تلج. تفويض كلي هتلاقي المبخر ما فيهوش تلج. صح؟ في حاله ان انت عطل تسريب ليه تكلفه وليه كلام، وعطل تفويت ليه كلام تاني. ايوه بس انا هكتشفه بقى لا مش شرط، ما لو عندك تفويت، عندك التفويت. لا هكتشف تسريب اكتر مع التفويت. ازاي؟ باختبارتين. طيب احنا هنقول بقى بعد ما نخلص نفهم كل الاعطال، هنقول هنشتغل فيها ازاي. ماشي؟ ف
في بعض الناس بتلجأ يا احمد في بعض الناس بتلجأ لحل التسريب في حاله الفريزر ان هو في خرم او في حاجه زي كده والفريزر ما بيتفكش، يقول لك انا هبرم العميل قميص ومرايه والكلام ده كله، هبرم العميل قميص ومرايه وكل الكلام دوت كلام كتير. طب ايه يا عم الحل؟ قال لك انا هعمل في ماده اسمها الاثنين في واحد ديفكو، ها ليها مسميات مختلفه، يقول لك لحام حديد ماشي، ليها مسميات انبوبتين كده بيتجابوا بيتخلطوا على بعض ويروح لاحم بيهم الفريزر، ودي تبقى كويسه في بعض الاحيان بتشتغل. بس تشتغل ده اول حاجه ده بيعتمد على ايه؟ ان انت يكون التسريب في منطقه ضغط منخفض ما عليهاش ضغط. عشان ما تجيش تعمل في منطقه ضغط عالي وتروح للاحمر في مكثف هت ضغط عالي. لكن انت بتتكلم ان عندك مثلا في ثلاجات بتتشحن على 2 او 3 فوق الصفر، في ديب فريزرات بتتشحن على 0، في ديب فريزرات بتتشحن على 1 أو 2 تفريغ يعني تحت الصفر، تمام، فما فيش ضغط. بس ده عشان تلحم لازم ليه احتياطات. ايه الاحتياطات؟ اول حاجه لازم تنظف السطح اللي انت هتشتغل عليه كويس جدا، من دوكو ده انت لو عملت الصنفار ده اهو وبعد كده حطيت ايدك كده بتشوفه، ايدك دي بشره دهنيه فيها دهون تزفر اللي حاجه، فلازم بتبقى مصنفر صنفره نظيفه جدا. في ناس بتروح عامله ماده متطايره زي التنر، حاجه ده كده ايه بحيث انها نضفت برضو تماما، وبعد كده بتروح جايبه الماده المادتين دول يعجنوهم على ورقه نظيفه، يحط مثلا الدرجه يعني ايه، هتلاقي مكتوب على سنه 2 لـ1، 1 لـ1 من واحده مثلا بيضة وواحده رصاصي، يروح هم عامل ايه؟ يروح دامجهم الاثنين على بعض ويقلبهم كده على بعض ويروح عامل ايه؟ ويروح واخد منهم بمسمار بعود كبريت برضه حاجه نظيفه وتروح عامل بيها اللحام. مع الاحتفاظ اللحام ما يقفلش لا ما هو مش ماده سايله هيخش في الفتح. ماشي؟ اللحام المفروض ان انت بتعمل ايه؟ بتلحمه، ده مثلا لحام ديف كده اهو، المفروض ما تخليش ليه راس، يعني عارف انت ظبط بتموت حروفه كده وتعامله عشان ما يبقاش ان انت تحط اي حاجه يروح بتشال. في ناس انا لسه ما بلحمش لحام الديف كده دوت، انا عن نفسي ما بلحموش، في ناس بتلحمه بيقعد معاها سنين، وفي ناس بتلحمه ممكن يقعد اسبوعين شهر ويرجع يسرب تاني. انا بالنسبه لشغلي ادام الحاجه فيها حته مجازفه ما بين وما بين لا، انا بعتبرها لا، لكن للامانه في حالات كتيره بيحلها. تخيل مثلا الثلاجه ما بين وحصل فيها تسريب، حصل فيها حاجه، انت برضه بتبلغ العميل يعني تقول للعميل احنا هنعمل كذا كذا. بص العميل مثلا قال لك حاجه، انت دلوقتي قال لك ماشي اشتغل، وجيت انت رحت مغير فلتر ومنظف وشغال كل حاجه، بعد اسبوعين بعد اسبوع على اسبوعين راحت عامله، بس انت قلت له بقى خلاص. ساعتها بقى لما تيجي عشان تطلع تاني انت واخد مبلغ بالشحن، وممكن لما حصل تسريب دوت، تخيل بقى حصل تسريب في الفلتر زي كده، راح الموتور شارب زيت شارب ميه، فهتروح هتلحم تاني وهتعمل حمام زيت تاني، الفلوس بقى الحاجات دي كلها انت اللي هتحملها ولا هتحملها له؟ ولا هتحمله التكلفه بتاعت الخامات وتشيل انت المصنعيه؟ باشا لو الست الراجع قالت رجعت زيت ميه على المطلوب لازم اعمل له حمام زيت. المفروض. بس انما لو اشتغلت هيشتغل ممكن يقفش. او هيشتغل يعمل لك سنه رطوبه. انما هو لو عملت حمام زيت خلاص. برضه فيها كلام. يعني حصل قبل كده وحضرتك قلت تسريب ففي منطقه الضغط المنخفض مش هياخد فيه تل؟ دي حاجه. لا. اي تسريب مش هيخلي فيه تل. تمام. بس انا بتكلم في السرعه.
تمام. انت حصل دلوقتي تسريب في منطقه الضغط العالي، هتلاقي الفيوم كميه الخون خرجت ايه؟ مره واحده بسرعه. في منطقه الضغط المنخفض حصل تسريب خبيث، ما بتكلمش عن خبطه سكينه. هتلاقي بيسرب، بس ياخد له مثلا كام يوم على ما يسرب الشحنه كلها. وبيرشح عند حته الكابيلاري دي اللي هي التلج ولا ده في النهايه خالص بقى اخر حته، هو ابتدى التلج يقل يقل يقل. فين بدايه التلج فين؟ او بدايه البروده فين؟ حته الكابيلاري. فهي دي خلاص بقى وصل كده، خلاص ان ده اخر حته وصل لها. صح؟ حصل معايا انا عطله، حصل معايا فعلي، كان ثلاجه من الثلاجات اللي المكثف بتاعتها يتحط محطوط في حوض ميه. شرحناها لكم في المكثف. تمام. سحب ميه. سحب ميه، انا فضلت 3 ايام اروح الثلاجه تشتغل تمام، وبعد كام ساعه اروح سد. واشتغلت انا هنا جنبي في صاله كريش، لكن وانا كنت قايل بقى مش هينفع انقلها، السلم ضيق والحكايه، فانا شرطت على نفسي خلاص ان انا هعملها عندك. طب حضرتك ما ميلتش، نزلت نقطه زيت شفت؟ انا غيرت الزيت كله وعملت حمام زيت مرتين. بس عرفت الزيت ده لما ميلت الاول؟ خلاص الزيت نزل في ميه. ما هو المكثف والحاجه موجوده في قلب الميه نفسه، فخلاص انا عملت حمام زيت. بس كان بيحصل ايه؟ في رطوبه موجوده كل كام ساعه، ممكن يوم يومين تروح عامله ايه؟ تروح عامله داخله حته رطوبه موجوده في الفريزر تروح سد. طب الرطوبه اللي في الفريزر بتسد دي، لو انا فصلت الكهرباء التلج ده، طب خلينا نتكلم فيها مع، يعني لسه في ما نتكلم فيها مع السد. طب معلش حاجه ثانيه، لما اجي اعرف ان السير ده باظ ولا لا، اسحب ميه اميله عند ماسوره الطرد. السحب معلش اسف. السحب تمام. الماسوره دي بعد كده لما بعدله بقى خلاص بقى، لو لقيت الزيت تمام لازم بقى هتعمل بقى سويتش والفلير اللي لسه هنشتغل عليهم. لا الماسوره من جوه فيها سنه زيت. لا لا، من مجرد ما انت هتقفلها هتروح ساحب على طول. ماشي. أنا دلوقتي في عطلة تسريب، عايز أضغط الدايرة. من المفترض إن أنا عشان أضغط الدايرة، الكلام ده في حالة إن التسريب غير واضح. أنا عندي تسريب بسكينة، خلاص بقى واضح. لكن لو في حالة إن التسريب عندي غير واضح، ماشي؟ محتاج إن أضغط الدايرة. اضغط الدايره ازاي؟ من المفترض ان انا يبقى معايا كباس خارجي، اضغط بيه الدايره. ماشي. لما تيجي تشحن بجناحك ترمب التطبيق معاك كنترول زي ده، معاك واحد جاي جنب بعض انا يبقى عندي موتور اهو مجهزه للشغل، عامل له بلف على خط السحب وبلف على خط الطرد. ده انا بشتغل بيه. بشتغل بيه فين؟ لو انا عايز اكبس دايره، بروح حاطط الطرد ده على الثلاجه واضغط، كاني بضغط كومبريسور او بضغط بنفخ عجله. عايز اعمل عمليه فاكيوم او عمليه سحب، بعمل منين؟ من السحب. ماشي. طب انا دلوقتي ده الشغل الصح. ما فهمتش الحته دي. انا دلوقتي عندي موتور خارجي، مش موتور اي موتور ثلاجه او موتور تكييف، في خط سحب وخط طرد. انا دلوقتي عايز اضغط الدايره دي، هعمل ايه؟ ليه ما ضغطتهاش بالموتور بتاعها؟ هضغطها الموتور بتاعها ازاي؟ ما دي الفكره اللي احنا بنقول عليها. بس انا دلوقتي انا عايز اضغط الدايره ككل، اضغطها ازاي؟ ما ينفعش مثلا احط ماسوره الطرد، الطرد وال وماسوره الرجع في العداء. ماشي. ان انت تشتغل، ان انت تشتغل في الدايره تضغط بالموتور نفسه، ده هتعملها في حالات قليله، وهتفضل تقطع في المواسير وتركب بلوف والكلام ده. طب ما كده كده هتقطع. ماشي. ما انت عندك الافضل ان انت يكون معاك موتور خارجي تضغط بيه.
بس المشكله كلها في ايه؟ ان بيبقى في بعض الاحيان حته شيله. شيله انا معايا اسطوانات في اليوم، معايا عده لحام، معايا خمس عده، وتشيل كمان فوقيه موتور، بيبقى ايه؟ تقيل. طبعا دلوقتي لو شوف دلوقتي لو عرفنا نعمل دلوقتي الفكره انك تضغط بيه، تضغط بالموتور الاصلي بتاعه. تعالى كده نبص، ادي الطرب واصل بفين؟ بالمكسر. انا جيت واحده خدمه وواحده بتوع السحب، جيت رحت عامل ايه؟ رحت قاطعهم. تمام. الطرد واصل بفين؟ بالمكسر. والمكثف على الفلتر، على الكابيلري، من الكابيلري على المبخر. من المبخر على ماسوره الراجع اللي هي كانت واصله على فين؟ على السحب. لا انا هركب لها بلف شحن. هجيب ماسوره الراجع وهركب لها بلف شحن. واروح موصل اركب بلف شحن، واروح موصل بلف الشحن ده على العداد. ما ده اللي انا بقول لك عليه. ماشي. ما هي دي الفكره، دي مش كله عارفها. وفي ناس تقول لك لا انا ما اهلكش الموتور في تنظيف، وما اهلكش الموتور في طرد وكبس. ليه؟ قال لك ممكن كده لو الموتور شغال لكن الكفاءه بتاعته يعني على وشك يحصل فيه تفويت. طب حاجه زي كده، انت الثلاجه كان فيها تسريب، طلعت رحت انت عامل ايه؟ تفويت. مزوده بتسريبه وتفويت. شيل ذنبك قدام ربنا. ماشي. فساعتها الراجل هيقول لك ده كان شغال زي الفل وحصل تسريب، ليه غيرت موتور؟ لكن انت لما بيكون معاك موتور خارجي دايما بتشتغل بموتور قدره اعلى. انا واحد دلوقتي بشيل 10 كيلو بمشي بيهم عادي مفيش مشكله. جيت رحت شايل 15 مش هتعب؟ فأنا شغال في ثلاجة، فموتور الثلاجة على قدها. لما أجي أنا أشتغل بموتور خارجي بس بخد أكبر منه شوية، هيبقى شغله في الثلاجة الصغيرة دي عامل إيه؟ مرتاح. صح؟ فهمت الفكرة؟ فحتة إن أنت تنظف وتضغط بالموتور الفعلي بتاع الثلاجة نفسه ما بننصحش بيه غير في الزرقات. ما قدامكش غير لو توفر بالنسبه لك موتور تاني اكيد افضل. تمام. انا دلوقتي اهو من الطرد للمكثف للكابيلري للمبخر للراجع، وانا قفلت دوت، انا لما اشغل الموتور بيعمل ايه؟ بيسحب ويطرد هوا. صح. هيسحب ويطرد وهيروح عامل ايه؟ قليل الضغط. هيروح قليل الضغط هنا. في الوقت ده انا هروح عامل ايه؟ هبتدي اشوف اسمع. ممكن تسريبي ساعات في بعض الاحيان تسريبي يعني يبقى ظاهر. صح. بس هو ده فيها ميزه فيها عيب. ايه العيب؟ ان مش هقدر اضغطها فتره طويله عشان خاطر الكباس ما تحرقش. ده مش حته كده، انا دلوقتي ضغطت خلاص وجبت مثلا على 70 على 80 على 100 ايا كان الضغط انا هضغطه. ماشي. لازم اعمل ايه؟ لازم افصل الفيشه. ما هو بحالة فصلت الفيشة هيبتدي يحصل تعامل ضغوط. صح. فهل أنا كده ضغطت الدايرة لمدة طويلة؟ ما ضغطتهاش لمدة طويلة. صح ولا لأ؟ ففي الحالة دي هعمل إيه؟ خلاص. يبقى ده أنا بعمل ده في حالة الزنقة. تمام؟ حاجة بقى لو ما لقيتش بقى التسريب بعمل همشي بقى بصابونه حته ليفه كده سفنجه وبتعملها رغوه ونبتدي تراجع على اللحامات. على اللحامات اللحامات اللي موجوده ساعات في بعض الاحيان في لحام بيطق. او بخاخه ميه بصابونه وامشي على المواسير كلها. بخاخه ميه بصابون مش هتعمل. صعب ده شويه. يعني انت لما بتيجي تعمل بالصابون انت عندك دلوقتي المسؤول اهو انا اهو دلوقتي اللحام اهو. انت لازم بتروح عامل ايه؟ تيجي على اللحام وتروح عامل الصابون كبسه كده كام ثانيه، بتلاقي لو عمل فقاعات هواء يبقى كده في تسريب. لكن ميه بصابون كده مش، لان يعني الصابون ده اصلا مجرب ما هتعمله بيعمل فقاعات لوحده. يعني بيعمل فقاعات لوحده. يعني هندسه العداد الازرق ده مش هيفيدني في حاجه في حته التسريب. حته ايه؟ تسريب. بمعنى؟ بمعنى ان هو مش هيفيدني في حاجه ان الدايره فيها تسريب ولا لا. ده امتى؟ امتى مش هيفيدك؟ دلوقتي الدايره فيها تسريب. اه هو من المؤشر
مش هيقول لي مثلا ان الدايره فيها تسريب او ما فيهاش. وهو اصلا انت هتوصله ازاي على الدايره والدايره دايره مغلقه؟ ده انت بتتكلم على دلوقتي وانت شغال دلوقتي على الوضع ده كده اهو. اه هو ها؟ انت بتضغط بترفع الضغط بتاعه عشان تختبر اللحمات وتختبر الدنيا. انت بتوصل للضغط؟ لا وتتاكد. لا خلي بالك انا فهمت السؤال. انت تتاكد ان الضغط بيعلى بيه بالمقاس. لا مش هنا مش عشان حته بيعلى بالمقاس، انا هنا بعمل ضغط عشان اختبر اللحمات واختبر الحاجه. وعشان اعرف الضغط اللي انا وصلت له كام. انت برضه مش هتفضل مشغل الموتور للضغط عالي. ان المقاس اللي هو اللحم الملزق دوت اللي هو الجدش هنا دلوقتي ملوش فايده قوي غير ان انا بضغط بيه عشان اعلي الضغط جوه الدايره عشان اختبر التسريب بس اعرفه سواء بقى في حاجه ظاهريه في حاجه الكلام ده كله. طب ما ينفعش الكلام دوت، هبتدي اضغط الثلاجه ككل واضغطها وليكن على 100 على 50 ايا كان. مش كده ككل هنا ككل، بس انا بتكلم ايه سايب الموتور. اه تمام. فمجرد ما الموتور ده قفل هيحصل تعادل الضغوط، هيبتدي الضغط ايه يخرج لي من السحب للضغط، هيبتدي يحصل تعادل الضغوط. لكن انا دلوقتي عايز في تسريب خبيث وانا مش واصل له. انا في جهاز ممكن افضل ضغط 3 4 ايام. بضغطه ازاي؟ ان بضغط الدايره ككل. دي طريقه افضل يعني؟ لا بس ده مش بعد عند العميل. مفيهاش ضرر يعني؟ لا مفيهاش ضرر، انت بتضغط الدايرة على 70 على 80 على 100 على حسب الجهاز اللي انت هتشتغل فيه. وتروح سايبها وسايب العداد. جيت لقيته ان في نزل. يبقى في تسريب. ونرجع هنا. هنوصله ازاي؟ نعم. هنوصله ازاي؟ انت عندك هنا في الدايرة الطبيعية. مش الماسورة الراجع ده بتوصل هنا. تمام. عندك ماسورة الخدمة دي بتركب لها بلف. وبكباس خارجي وبكباس عم تتلاقى يبقى واقف بكباس خارجي بتضغط في الدايره بس كده اهو. مش انا عندي هنا دلوقتي ده وصلت الخدمه اه واصل على العداد. ما دي واصله على العداد، العداد الازرق صح، والماسوره الفتحه الثانيه في العداد اللي هي في النص بوصلها بايه؟ بكباس خارجي. تمام صح. وشغل الكباس الخارجي وافتح المخبز زي عملية الفريو. اه كأنك بتعمل فريو بضغط. بس كده اضغط هوا. اضغط هوا عشان الفريو غالي. في فريو داخل على 200 جنيه ومعدل 200 جنيه. فمش هتنفع ان انت تضغط بيها. معلش لما اجي اشحن يعني اضغط بقصد الكباس خارجي. بفك ماسورة الطرد من هنا على مش الطرد. لا الخدمة. انا لقيت ان المؤشر بيعلى اول ما ايه بشغل ال الماسوره راجع مفكوكه بشغل الماتور الخارجي. لا بشغله قد ايه؟ على حسب الضغط ما هيعلى. مش الواسطه دي. لا يعني مثلا ساعه ساعتين ثلاث. لا يا عم انا خد 5 دقائق 3 دقائق دقيقتين. تمام يعني بس مش حاجه كبيره. يعني كده الماتور بيعلى. طب نسمع بس بعض يا جماعه. اسمع بس بعض. الماتور بيعلى لحد مثلا على حسب قدرته 100 و انا لا ما انت خلي بالك من حاجه. دي بقى الحاجه نرجع لحته الخبره. في بعض الاحيان انا لازم لما اجي اشتغل في جهاز اعرف الجهاز ده حدوده ايه. في بعض الاحيان بيبقى المرايه او الفريزر لو بتتكلم على ثلاجه واحد او بابين دول بيبقوا الومنيا. الالومنيا لو الضغط بتاعها زاد بتلاقيها عارف ايه عجنت كده ببعض. يعني اعرف حد ها الثلاجه عايز يضغطها فراح ضغط وهو مش واخد بقى ضغطها على 100 150 كباس خارجي وكان معاه كباس كبير لقينا الفريزر عامل ايه؟ عارف اعوج كده من مكانه اقفع كده من مكانه لان الضغط ما استحملش. وحصل قبل كده واحد كان جه وراح ضاغط اعلى من اللازم الفريزر انفجر. مش عارف بقى وانا مسؤول الالومنيا ما استحملش الضغط راحت انفجرت. فلازم لما اجي اضغط من خبرتك كده الالومنيا اعلى ضغط ليها ايه؟ لما تشحن في ثلاجه لما تيجي تعمل في ثلاجه ما تزودش عن 100 قلل عن 100 80 90 100 كل الثلاجات بصفة عامة؟ في الثلاجات انت عندك في التكييف بيبقى مواسير نحاس والكلام ده كله ممكن تضغطه على 300 250 300 لكن في الثلاجات لا. الناس بتضغط التكييف على 450. هتلاقي ان احنا لما نيجي نتكلم في التكييف اللي هيحضر معانا في قصة التكييف هتلاقي على ربط البيانات ها
هيقول لك ان التيست حصل اختبار على 400 على 450. ماشي. اروح بعد لكن في الثلاجات لا كده اول ما الموتور يجيب لي على الثلاجه من واحد بابين كل الثلاجه واحد بابين لا ما تعليش حاجه ما تعليش جامد بعد ما يجيب لي 100 رفوس وتقفل المحبس المفروض ان هو كده الكلام ده كله يعني هنشتغل فيه تمام الضغط بقى كده انا عرفت العقد ما عرفتش العقد انا بضغط عشان انا بضغط عشان اعرف فين الحاجه فين ماشي وابتدي ان انا بقى بالصابون ابتدي اراجع على اللحامات وراجع على الكلام ده كله بعد ما افصل الكباس لازم طبعا افصل الكباس واروح براجع طيب حصل الكلام ده وما بليش حاجه ماشي ما عرفتش ابتدي اضغط كل جزء لوحده مكثف لوحده اضغط المبخر لوحده سحب وطرد اجي مش المبخر ده عندي دخل كاميلا وخارج راجع اجي اروح قافل الراجع ولحمه واروح ضاغط من الراجع زي كده واضغط دلوقتي انا دلوقتي بضغط الدايره ككل ماشي خلاص دي وما عرفتش ما وصلتش لحاجه في تسريب خميس ما وصلتلوش اضغط كل حته لوحدها اضغط كل جزء لوحده اجي على المبخر عندي طرفين اهو انا ما بيتفكش مكسر المبخر اجي اروح جايب الكاميلري قطعه ولحمه ماشي واروح على الراجع اروح عامل بلف شحن واروح ضاغط ايه اللي هيحصل؟ ضاغط انا اديله هوا اديله هوا واسيبه مثلا على 60 70 واروح ايه؟ قافله لو نزل يبقى في تسليم لو نزل يبقى في تسليم في الجزء دوت خلاص لو هو ما بيفكش تمام خلاص يبقى هو ده في تسليم اعمل له نص مرايه لو ما نزلش ما نزلش يبقى هو سليم تمام انا اروح ضاغط تاني انا دلوقتي عندي المبخر هو المبخر ده مش عندي دخل وخارج تمام طرفين اجي على الكاميرا واروح خفسه ولحمه تمام بقى عندي دخل واحد بس اهو اجي بالكباس الخارج وانا عامل ايه؟ اروح ضاغط فيه هواء ضغطت فيه هواء ورحت قافله قفلت الكباس قفلت الكباس ورحت قافل المحبس المحبس تمام؟ واروح قافل المحبس وجيت سبته يوم لقيت ان الضغط اللي انا عامله ابتدى ان هو يقل معنى كده ان في تسريب ولا مفيش؟ في يبقى في تسريب والفريزر ده ما بيتفكش خلاص هبتدي اعمل بقى قميص ومرايه ونتكلم عليهم بعدين تمام لقيته ثابت يبقى المبخر ثابت يبقى العطل ده مش منه ابتدي افكر نعم لو قال لي سنه بسيطه او ما هو لا مفيش حاجه في حاجه اسمها تريحه عداد يعني في حاجات مثلا انا مثلا كنت ضغطه على 90 نزل ل 80 بس ثابت على 80 ما نزلش تاني يعني تريحه عداد ينزل حاجه بسيطه هينزل شويه بس هيثبت لكن لو هو في تسريب النهارده 80 سبته على بالليل هيبقى 70 سبته لبكره هيبقى 60 انا بقفل المحبس الاول وبعد كده افصل المحبس صح؟ ماشي هنعمل الكلام ده كله عملي هيثبت معاك اكتر بس للاسف مش هعرف اصوره عملي فبشرح بس كده عشان تفهم بس الدنيا ماشيه ازاي وبعد كده في تلاجتين نبتدي نطلعهم التلاجه دي فيها سند التلاجه اللي بره ما فيش فيها حاجه خالص هنشغلها ونشوف درجه الحراره بتاعتها وبعد كده نقطع ونروح شحننها وهي شغاله يعني شغل الشركه هكون اول حد هيشحنها لان في كل كورس كنت دايما يعني بجيب حاجه من الاعطال فصل شوف فصل شحن فصل ايه بس هيفصل شحن خلاص طب حط الشحن هو شغال ماشي طب خلاص افصل بقى كده وحط الشحن عشان انا كده طولنا عليه